بس. انت ايه؟ محظوره. طب وايه اللي حصل حضرتك؟ الحكومه جايه تعذرني. طيب استاذ امل فتحي حضرتك عضو في 6 ابريل. أيوة. بقالك كام سنه عضو في 6 ابريل؟ بقالي تقريبا كده سنتين. شعورك واحاسيسك الداخليه لما عرفتي بقرار حظر جماعه او حركه 6 ابريل؟ والله حاجه ضحكتني جدا. يعني ايه اللي ضحك حضرتك؟ موضوع قانونيا مش مظبوط، لان مش موافق مع الحاجه بتاعت حيثيات الحكم، لا تقرير المخابرات ولا تقرير امن الدوله، ولا قالوا مثلا حيثيات الحكم دي بنوها على اي اساس. وضحكني جدا كلمه اراقه الدم، مع ان احنا حركه سلميه ودايما بندعو للسلميه. ضحكني جدا كلمه المقرات، لان احنا تقريبا ما عندناش مقرات. يعني الحكومه جايه تتعب نفسها. يعني طب انتوا ما عندكوش مقرات ويقال ان عندكم تمويلات؟ دي برضو حاجه بتضحك جدا، لان ما فيش ولا دليل لحد النهارده على اثبات المزاعم دي. يعني ما حدش طلع لنا شيك، ما حدش قال لنا حاجه رسميه من مكان احنا بناخد منه فلوس. ما فيش الكلام ده. احنا الحركه كلها قايمه على اشتراكات الاعضاء. يعني انا شخصيا بدفع 20 جنيه كل شهر، 50 جنيه للمقتدر اللي قادر يدفع، بناخد من الطلبه 10 جنيه. فاعتقد ان دي حاجه كفايه، ان احنا كده كده ما بنعملش حاجه، نشاطاتنا مش محتاجه تمويل. احنا التمويل ده بنلمه مثلا لما بيكون في اعتصام، بنعمل اعشاد، بنجيب بنرات، بنجيب مطبوعات مثلا، حاجات من دي. ساعات بنلم كفالات لاصحابنا، كلام من ده يعني. تمام. فالعضو القادر ان هو يدفع 20 جنيه او اللي قادر يدفع 50. ما بتدفعش خالص والله. يعني في ناس ما مش لو احنا مش كده حاليا مش محتاجين حاجه. يعني بعدين بيضحكني قوي ان هو بيتقال علينا ان احنا جماعه ارهابيه، مع ان احنا نزلنا ضد الجماعات الارهابيه، وضربنا عند المقطم، وضربنا عند بيت وزير، بيت مرسي اللي في التجمع الخامس. التجمع الخامس لما عملنا اشهر فعاليه كانت اسمها فعاليه البرسيم، كانت 6 ابريل، حطينا له برسيم قدام بيته. نزلنا جمعنا 2 مليون ورقه تمرد. معرفش، يعني انا مش فاهمه المزايا اللي بيقولوها دي. يعني طب لماذا الاصرار، لماذا الاصرار من حركه 6 ابريل على اختراق قانون منع التظاهر والتظاهر رغم هذا القانون؟ لانه اصلا مش 6 ابريل بس هي اللي عايزه تلغيه. احنا تقريبا كل القوى السياسيه شايفه ان ده قانون غير دستوري بالمره. بيقول لك يعني الدستور بيقول ان التظاهر بالاختيار، هنا لا، انا باخد اذن من الداخليه، فده دي حاجه كسره القانون. ثانيا انا معلش انا ما عملت الثوره عشان في الاخر خالص لما اجي اقدم مطالبي اقدمها لمين؟ احنا عندنا حكومه مؤقته، ما فيش حكومه جايه هتسمعنا، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي وسيله لينا غير ان احنا ننزل نقول للناس يا جماعه لو سمحت احنا لينا مطالب، نقول 1 2 3. اعتقد ان دي كمان من طرق المطالب السلميه، ان احنا ننزل مظاهره عاديه. وبعدين معلش انا كل ما اجي اتكلم يقول لي اصل انت بتخدمي الاخوان، اصل انت بتخدمي الاخوان، اصل انت بتخدمي، بخدمهم فين؟ عشان بقول ان قانون التظاهر ده قانون باطل، وحقيقه باطل. باطل لانه هو اولا طالع من 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 حكومه مؤقته، ما طلعش ما اتشرعش من مجلس الشعب. تاني حاجه طلع من ضد الدستور، من واحد المفترض ان هو يكون دستوري. يعني طب فاكره يعني تفتكري حركه 6 ابريل ممكن تكمل ازاي في ظل هذا القرار بالحظر؟ بص هقول لحضرتك، في حاجه اسمها بيان 69 طلعوه المجلس العسكري في مره من المرات، بيحذر الشعب فيه من التعامل مع 6 ابريل، وانها وقلنا هم عندهم ملفات وصور وحاجات اللي هي حاليا دلوقتي بتتعرض على القاهره والناس، هي نفس الحاجات دي اللي اتقالت علينا زمان. رحنا قدمنا في نفسنا بلاغات ضد للنائب العام، كان وقتها عبد المجيد محمود. تمام. وبعد كده وزاره العدل بنفسها طلعت لنا اعتذار في جريده الاهرام، وطلبنا اعتذار من المجلس العسكري، وطبعا كالعاده وانتم لازلتم محتفظين بهذه الاعتذارات؟ طبعا. ودي دفعه. يعني بص هقول لحضرتك، سبحان الله، الـ الحركه كل ما تقعد ونقول ان الحركه كده خلاص ما بقاش ليها دور، تحصل حاجه تقوم الحركه من الاول وجديد وترجعها للشارع تاني. يكفينا فخرا ان كل القوى السياسيه نازله بكره معانا الوقفه متضامنه مع 6 ابريل، كل المستقلين رجعوا تاني 6 ابريل تضامنا معاها، فده يعني اعلان مدفوع الاجر من الحكومه لينا. بس
تمام استاذ امل، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.